السلام عليكم، معكم سعيدة الحسين من إقليم الحوز جامعة أمغراس. أنا كان عندي مأوى سياحي، يعني ميزون دوت. كنا عندنا بزاف، عندنا ليكسبيريونس دوبوي لونتون، يعني أكثر من 20 سنة. دونك عندنا ليكسبيريونس، بدينا شوية بشوية، مي دابا اليوم بغينا نكبروا المشروع ديالنا. اللي شفنا المشروع ديال فرصة، وكنتمنى ان شاء الله نكونوا بين الناس اللي غادي تختاروهم ان شاء الله. المهم حنا كي عندنا لا تراس فين كنجلسوا ليك اليوم، ولكن بغيت نكبر شي شويه باش ندير تا لي شومبر دوت. يا دونك انايا بديت ديجا عندي دو شومبر، مي مازال خاصني ندير فيهم لي تواليت، ندير فيهم لي دوش. كيما عرفتوا انه السياحه اليوم كيبغيو كلشي يكون في لا شومبر، دونك حنا مازال ما عندناش هادشي في لي شومبر. وكنتمنى ان شاء الله نكونوا من الناس المحظوظين باش نحاولوا نديروا ان نكبروا المشروع ديالنا. وديك الباصه حتى هي راه على تراس، وعندنا امل حتى هو عندنا واحد حدا الدار واحد البقعه حتى هي بغينا نزيدوا فيها، كاينه لتحت ليه بغينا نزيدوا فيها لي شومبر باش يباتوا ان شاء الله ليك اليوم. نديروا دي شومبر، نديروا بيان سور تو تراديسيونيل، وكنتمنى ان شاء الله يوفقنا الله. وشكرا لكم بزاف. كما كنت قلت لكم بلي راه دابا حنا عندنا من الفوق عندنا واحد البلاصه حدا الدار، هذه بلاصه قديمه ولكن بغينا نريبوها كامله باش ندير هنايا ان شاء الله نزيد فيها دي شومبر، حيتاش دابا كيكون عندي ديك اليوم عندي دو شومبر بوحدهم ما كافينيش. بغينا نديرو هنايا ان شاء الله كاع لي شومبر، ندير لو بروميير ايتاج ابخي لا دوزيام ايتاج ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين كنتمنى ان شاء الله يوفقنا سيدي ربي. شكرا لكم.